مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب ويا رب نتغير من كل سنة للأحسن. خلاص الستات، راعي شعور جوزك، راعي ميزانيته، راعي مرتبه يجيب منين الراجل. خلاص بقى نهدى كده ونجيب الحاجات على القد، اسبوع باسبوع الحاجات اللي انا محتاجاها بس. وهو الراجل لما يلاقيكي خايفه عليه وقلبك عليه وعلى فلوسه، هتلاقيه هو كمان هادي مش متعصب. لكن تيجي فجاه تاخدي المرتب كله الشهر كله فجاه ومش مكفيكي كمان. ده في ستات اللي هو انا جبت حاجه، وانت شفت اختي جابت ايه في البيت، شفت اخوك جايب ايه لمراته، يعني كمان تاخدي مرتبه كله وتستنزفيه كل الفلوس وكمان تحسسيه بعدم التقدير؟ لا يعني، لا شوية تقدير، حاسين ان انت قلبك عليه، حتى لو صرف شوية بشوية بشوية، مش لازم كله في اول يوم رمضان. خلينا كده نعمل ميزانية، وزي ما اتكلمنا في البداية ظرف كل اسبوع، هصرف ايه، هعمل ايه، العزومات بالعقل بالعقل، لان كمان المجاميع الكبيرة قوي دي خلاص احنا في كورونا لسه برضو، فبالعقل مش كل 20 فرد ولا 30 فرد، كل مثلا اسبوع اعزم شوية من العيلة. بالعقل مش بالعاطفة، اللي هو مش كل حاجة على الترابيزة وكل الناس لازم تقول اه دي جايبة كل حاجة. لا لا حرام، اكله بيترمي في الزبالة تاني، حرام حرام، دي فلوسك وشقة وتعب جوزك، حرام والله. انا ست بقول لكم ده، فطول ما انت رحيمة بجوزك وبتقدري، والله هتلاقيه هو رحيم بيكي وبيطبطب عليكي وعايزة ايه يا حبيبتي. يعني بلاش انا انا انا، حاجات كتير بنسمعها في السوشيال ميديا وبعض البرامج، لو انت ويجيب وما يجيبش ليه انت. لا نهدى كده وندخل رمضان بروح حلوه وبنفس صافيه، وتلاقي جوزك كده هيبقى شايلك على راسه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويحكى أنا على شاشه القناه الاولى.